السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع كويس جدا اسمه ني نايت، ده كنت استخدمه كتير لما كنت شغال في موضوع الصيانة. ده عبارة عن ايه؟ ان انت اول ما بتسطب الويندوز وعايز تسطب برامج كتيرة، او انت مثلا في برامج كتيرة انت محتاجها، فبدل ما كل شوية تدور عليهم واحد واحد بتدخل على الموقع وتختار اللي انت عايزه. يعني مثلا انت محتاج كروم ومحتاج سكايب ومحتاج بيجن ومحتاج في ال سي ومحتاج دوت نت وجافا، تمام. انا هسطب فعلا البرامج اللي انا محتاجها، مثلا دي حاجات اللي هي المشغلات محتاجها، محتاج برنامج مثلا بتاع الصور بتعلم عليهم كلهم وبتقول له حملهم لي، فهو بيديك ملف تدوس عليه يروح محمل لك البرامج دي كلها، تمام. فبدل ما تشتت نفسك مثلا في 50 برنامج وتقعد تدور، لا انت بتسطب هو حاجة واحدة وتلاقيهم اوتوماتيك بيسطبهم ورا بعض، فبيوفر لي وقت كتير جدا في موضوع التصطيب.